يا فما احلى راديو سبعة درجين. اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم. كالعاده موعدنا يجدد في الست نوف اليوم الاربعاء 22 جويلي. ارافقكم توا للتسعة متاع الصباح، ومازلنا مرافقينكم حتكشي لنهار الجمعه. واكيد ما نجم نبدا كان ما خليهم الساعه قاعدين تشكيله، فهمتوني على شكون نحكي. خوله كالعاده تشاغب اني جايتك مجدولي، صباح الخير. خلينا منها اليوم سبا شرحوا لكم اليوم في فورما ثم كلاشات كيما البارح ولا سخنتوا راكم البارح، شنو الحكايه يا كابتن؟ مرحبا مرحبا بيك، وصباح الخير سادة السيدات المستمعات والمستمعين. وكا هو شال لاباس شو انا غدوه البارح فهم انا وانت علي شكيب انا سهله ملاك صباح النور، ما فماش حد كتفه مخلوع ولا المسامر تحرك في سكيب ولا شبيك تضرب فيا شكيب؟ صار في غيابك يا شكيب الباس يبع البطيخ. قالوا الحكايه كبرت يا خويا وكا كبرت. اي ونصبح زيد على نجمه البرامج الصباحيه صاحبه التصريحات الناريه، وتنرجو لها بعد شوية الشخصية المثيرة للجدل عندنا في ستنا في معاملة بعمينا وحتى على الفيسبوك البارح الفيلد اكتواليتي كل خولة سليماني خولة سليماني شنية البارح شيخ عليك على نستنى في فاش يستنى الرئيس باش يحل البرلمان. راك شبعت تنبير يا خولة والله شبعت. بونجور بونجور الناس اللي يسمعوا فينا الكل، الناس اللي نبروا عليا زاد البارح، الناس اللي ما نبروش، الناس اللي دافعوا عليا، نحبكم الكل. ان شاء الله نهاركم زين وعسل كيفكم. والله شغب لي جست سرقت الاوراق نتاع كيف خاطر انا ما جبتش اوراق نتاعي كل عاده، هو يحضر يكتب وبعدين نسرح حاله فيها. المشكله ما نجموش نقولوا لها لا، تعمل اللي تحب ما نجموش نقولوا لها لا. يلا تكون خايفه قال لك خاطر قيس سعيد يسمع الخوله سليماني مشيش بالحق يحل البرلمان يظهر لي يسمع يظهر لي خوله سليماني مواطنه راهو هو الرئيس لازم يسمع ويسمع منها. اي وانا ما قلت حتى شيء خايب البارح، انا قلت مع حل البرلمان معناتها مع الديسيزيون نتاعو مع القنابل اللي باش الصويرخ اللي باش يسيبه. وواحد كيما لم البنتها ولا الولدها ولا عبد هكا يحبوا كل يقولوا صح النوم به واضح. خوله سليماني سيد الرئيس وجهت لك رساله ان شاء الله يكون في الاستماع ليها. كالعاده قبل ما نبداو تحيه كبيره برشا لجنود الخفاء في الاخراج خليلو، في الاعداد امين ابو غنجة، ديجيتال وي ام رابح، وفي السيت محمد مرزوقي، والمونتاج يسر. انتم زادت نجموا تتابعونا وتتفاعلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك راديو اي اف ام، كما تنجموا تتفرجوا فينا على المباشر سور نوتخ شان يوتيوب اي اف ام تي في. برشا مواضيع كالعادة، برشا مواضيع كما عودناكم في فقرتنا الكل يهمني ما يهمنيش انفو انتوكس، وحل الدوسي هذا كل باش نرجعوا له اول باول نكتشفوا شنو من اللي خليناكم من البارح في ال 24 ساعه الاخيره شنو صار في بلادنا. يلا توتفيت يهمني ما يهمنيش، يهمني ولا ما يهمنيش هذايا في التوا ولا كيفاش في الزاد اليومي نتاعنا ولا كيفاش نقولوها سي لو بان كوتيديان. اي فوالا هذا الخبز اليومي، الخبز اليومي نتاعنا يا كابتن يا مظلع البرلمان وما ادراك ما البرلمان مظلع البرلمان. وعندنا خوله سليماني باش تمشي لنا في عمق التحليل السياسي، استناوها يا جماعه الساده المستمعين. نحكيوا على اللي صار في البرلمان والامور اللي كالعاده خارجه على السيطره. سيد الفرجاني النائب عن حركه النهضه اللي يقول انه ما ادعاه النائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينه منافي للحقيقة، وقال أنه ما قامش الاعتداء على بوذينة، بل أنه وقت خرج باش يفض الإشكال اللي صار والشجار عند مقعد الرئاسة. علاش خلينا نفسر لكم زي نحط لكم الأمور في إطارها، أنه العركة بدأت من وقت اللي اعتلاو نواب الدستور الحر المنصة المخصصة لرئيس البرلمان ونائبيه مرة أخرى. دونك الأمور دخلت بعضها شوية. يقول السيد الفرجاني أنا دخلت باش نحل الإشكال هذايا، لكن النائب بوذينة عمد إلى دفعه وهو ما تسبب له في ألام في في النيفو نتاع كتفه ويده اللي ديجا فيهم مسامر وفيها إعاقة جزئية على حد تعبيره. عبير موسي من جهتها ترد عليه وتقول سيد الفرجاني فك التليفون نتاع مجدي بوذينة وخبطوا وخرجوا من قاعة الجلسة هو وناجي جراحي، هذايا وفق تعبيرها. شكيب شكيب شكيب، هل أصبح البرلمان اليوم خارج عن السيطرة؟ والله يظهر لي نحن يظهر لي قدام برلمان حق عام، انا توا الخنيفي والناس الكل توا مشمر على يهمكش. ها؟ يهمك ولا يهمك؟ اوي يهمك ولا يهمك؟ بيان سور هو ولا يهمني ما عادش نسالكم هذا يهمني الموضوع هذا. اسالنا 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 شكي بيهمك دونك. اي لا يهمني يهمني خاصة انه كي نسمع انا عبير موسي وقت اللي قدام مدير الشرطة العدلية تحكي على حرمة قاعة الجلسة العامة وحرمة
المجلس ونشوف اليوم ايش صاير تحت قبة مجلس نواب الشعب، أكثر من انتهاك الحرمة المجلس. عرفت يأمرون الناس بالمعروف وينسون أنفسهم. افترض ردوا بالنا على حرمة مجلس نواب الشعب، ويفترض النواب يكونوا أحرص الناس على حرمة المجلس. حرمة المجلس والمشاهد راهي ماهيش قاعدة تخرج كان داخل تونس ولا للإعلام التونسي فقط المحلي والوطني، لكن قاعدة تخرج برا من تونس وكل يؤولها كما قاعد يحب هو. مازلنا باش نسمع رأي بقية التشكيلة، لكن نوصل لسبعة و15 دقيقة أكيد ما نجمش نعدي الموعد هذايا اليومي. وأخبار الكياسات في الانفوت خفيك مع ألفا. صباح الخير ألفا. صباح الخير، مرحبا بك. يلا يا فما أحلى غاديو 7 و19 دقيقة في الست نوف في ساعتنا الأولى كالعادة مع مجدولين شيرني كابتن خالد حسني. ما مجدولين مرة أخرى غزرت لك غزرت فيك مجدولين حاضرة في الجيتين في خولة اليوم كنا في الغوج الغوج أي غوج لا في الغوج وشكيب مرحبا بكم. نكملوا في يهمني ولا ما يهمنيش الأخبار اللي كنا نحكيوا عليه وهال الخنيفري بين قوسين اللي صاير في البرلمان مالوغوزمون. من المنتظر واليوم ثم اجتماع ساخن لمكتب البرلمان وباش يتم التداول في عريضتي سحب الثقة من الغنوشي والفخفاخ. مش تعرف علاش قادمين اليوم خولة. ربي تستر. شكيب قبيلة قال حرمة المجلس، أنا أقول له حرقة الشعب اللي انتخب المجلس مش حرمة اللي تلعب اللي تيتر علينا كور معاه. والله أنا اليوم كتبت ما يهمنيش ما يهمنيش ما يهمكش على خاطر سي دو فو غوفو وغوفو وغوفو برشا مرات كل يوم عارك كل يوم خنيفري دونك. أما حاجة بركة والله حاجة بركة تهمني ضحكتني امبارح كي قريت الأختيكل نسخايب أنا خاطر ما نعرفوش مجدي بوذينة مع كل احترام سامحني نسخايب محمد بوذينة الليل المنتج تحية لي نسخايب محمد بوذينة يا أخي. قلت يا أخي شو يعمل محمد بوذينة في المجلس؟ والله قلت واه كيفاش ولا قلت سي با نورمال زعما قلت زاد هو دخل المجلس على فكره السادة المستمعين قاعده تكتشف في اسامي سياسيين راهي والله قاعده تحمل فينا في الاوف شكون وهذا وشكون وهذا. مجدي ونجم من نجوم الدستور الحر لانه هو اللي دخل في اضراب عن الطعام تقريبا بعد عبير موسي هذا الاسم الثاني الاضراب هذاك عن الطعام في 24 ساعه فضوا كذا دونك يبدو من نجوم هي منا ما نعرفوش دونك نسخايب محمد بوذينة يا اخي. قلت زعما باش ينظم مسرحيه فيها جماعه المجلس الكل باش يعمل على وزن وين من شو وين مجلس شو. لا ماهوش المنتج محمد بوذينة ذا السياسي محمد بوذينة مجدولين شيرني تقول يهمني 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 على خاطر اليوم اللي عشناه في 2012 و2013 من اعتداءات بالعنف ولينا نشوفوا فيهم في مجلس نواب الشعب غوزمون فما التليفونات وفما الفار كيف ما نقولوا اي ولات موضة فيسبوك لايف بالتليفونات اوغوزمون جو دي بيان علاش قلت اوغوزمون خاطر كما جاتش فما ورينا بعينينا كونه ما فماش اعتداء راهو تويكا ولات قضية الشرق الأوسط معناها هاوكا النواب ضربوا النواب معناها نواب عبير موسي ضربوا النواب تاع حركة النهضة. أنا شنو اللي قلقني في هذا الكل؟ اللي قلقني فما عباد قاعدة تحتج وتعتصم ما ضربتكش وما اعتدتش عليك بالعنف. أنا اللي قلق اليوم هو الاعتداء بالعنف الجسدي اللي ريناه نحكيه على مجدي بوذينة. أنا تفرجت فيها الفيديو عباد معتصمة كي تدخل لها أنت ويولي شجار باليد وتفك التليفون هذا الكل مصور راهو مصور. يظهر لي من أهم القضايا الوطنية اللي قاعدين يعيشوا فيها تو في المجلس سروال العفاس الفيست بتاع السيدة نونيسي صندال محرزية العبيدي التليفون تفك هاو فلان تكسرها سي نامبورت كوا. بالحق اليوم ولات القضايا في المجلس هما الحاجات التافهة خليني نقول اللي ما تهمش المواطن للأسف للحل البرلمان. ما منعش أنه كي أخلت المنصة عبير موسي وجماعتها تعدى قانون التمويل التشاركي يعني تتشرع على العنف شكيبة. لا مش على العنف نحكي على المنصة جست حتى نذكرك العنف هو اللي قتل شكل بالعين. أنا حاجة مجدولين العنف قتل شكل بالعين لو تمشي للطريق المقطوع الفنانين اللي تضربوا في شارع حبيب بورقيبة هم اللي لا 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 بدأت هكا شو فضلك اسمع أول خطوات الإرهاب هي التطرف والاعتداء. لا لا خل أقول لك حاجة خل أقول لك حاجة أولا إثبات مواضيع كي من هكا يفترض يلزم القضاء ينزل ومساعد وكيل جمهورية ولا وكيل جمهورية شرطة عدلية اللي عبير موسي ما تحبهمش يحطوا رجليهم في مجلس نواب الشعب. هذا واحد. اثنين أنا اللي يهمني أكبر من هكا اليوم فما ناس في قرنبالي قاطعين الطريق كيف
كيفاش نواب البرلمان نجموا يقنعوهم باش يفتحوا طريق، هما ديجا معطلين مجلس ومحبسين الاشغال. اما تعرف القانون كيفاش تعدى؟ لم يكتمل النصاب الا ما خلطوا راهو النواب نتاع كتله الدستور 123 ولا 127 تعدى. كابتن مش قانون اساسي تعدى 73. كابتن تقول ما يهمنيش، ونزيد انا نكمل في نفس السياق التصريحات اللي تجي من برا من البرلمان. يظهر لي انت عندك تاثير كبير على البرا من اف ام زاده والبرا من البرلمان. طبعا نجيوها البارح نور الدين فما تأثير مباشر خمس على ميدي ما يهمنيش. فقط في نفس السياق نور الدين طبوبي علق على اللي صاير في البرلمان وعلى أحداث البرلمان، يقول تبا للديمقراطية، يفكرني بكلام الكابتن البارح، يقول تبا للديمقراطية جوستومون، تبا ولعنة الله على الديمقراطية المتخلفة على الطريقة التونسية، وليس الديمقراطية وحتى بلدان ديمقراطيين ما عليناش حاسين خويا به وبارك الله فيك سي نور الدين. باهي معناها سي نور الدين، سي نور الدين عطيه الصحة تبا معناها قال سي نور الدين. أنت قلت قبل باهي داكوردو إي معناها شو معناها إن كانت بهذا المستوى، هو يقول تبا للديمقراطية إن كانت بهذا المستوى. بهذا المستوى إيش قلت هذاك أهو فهمت حتى ما نحبش في الديمقراطية. سي نور الدين الديمو غايب اليوم، الديمو أنس تحية لي وتحية الفرح برجب بربي تبع فينا كل نهار دايوغ، كانت من التشكيلة اللي بدينا بها من التشكيلة الأساسية. البارح جابت على دانيال شتير وعلى باريس سان جيرمان، برافو برافو فرح. يلا تقول لي ما يهمنيش شو البطحة اللي صايرة هذه توا، والله بالحق بكل خدت فيها معني ناس تتكلم على البحوث وعلى الفيروس والناس تكتشف في روسيا البارح والناس معني عركة وصراع وسباق نحو الفيروس والدنيا والآخر اكتشف، وإحنا كما قلت قبيلة صبات فلانة والآخر فلانة، ما هذا ما هذه تفاهة شو الحكاية ذي؟ دونك يا أخوي شو أقول لك أنا يا أخوي فديت ويلزموا مراحة الناس كلها الاستيريا شو الاستيريا الجماعية اللي في البرلمان يلزم يعطيهم نهار راحة يمشي. وعندي سؤال يا نواب، ربك تروحوا لدياركم لأولادكم وعائلاتكم وتشوفوا رواحكم فرحانين برواحكم. هنا دخلت على معناها سمات الشخصية الاستيرية في زوز برشا هاي يا سيدي، سمات الشخصية الاستيرية استعراضية، الميل الشديد للتمثيل، القابلية للمبالغة والكذب، الانفعالات السطحية والسريعة معا، المبالغة والتكلف في التصرف، الكل نلقاهم الكل هالسمات هذية نلقاهم كل يوم في البرلمان وخاصة القابلية للمبالغة والكذب. دونك عايشكم مفضلكم سيد يو سبيكتاكل باش نقول غرون غينيون. انا نقول محمد بوذينا مشي، انا نقول محمد بوذينا، خلينا محمد بوذينا مجدي خلينا نكمل كلمه تحيه مجدي بوذينا. راكم سبيكتاكل غرون غينيون فوالا به. واحنا في هالشانتي هذايا ثم شانتي اخر محلول، وتعرف غدوه الاحزاب شكيب باش تقدم الشخصيه اللي تراها الاقدر ربما او الانسب لرئاسه الحكومه التونسيه، باش تقدمها لرئيس الجمهوريه قيس سعيد. تو بدات الاحزاب وبدات الاقتراحات والترشحات. مثلا الكتلة الوطنية تقرر أثر اجتماعها البارح بخصوص النظر في طلب رئيس الجمهورية بترشيح أسماء لرئاسة الحكومة، تقول أنه الشخصية الأقدر لتشكيل الحكومة هو رضا شرف الدين، وستقوم الكتلة الوطنية بترشيح رضا شرف الدين. شو قولك؟ والله أولا ساعة تقول لك حقها، معنى هذا رضا شرف الدين يبدو انه هو اللي هازها ويجر فيها الكتله الوطنيه، فهمت؟ وهي ظل شهوه من شهواتها، مش ما نقولش نزوه من نزواتها السياسيه في انه ترشح سي رضا شرف الدين، لكن يبقى التمشي ماهوش هو، فما شكون يلوم على قيس سعيد ما بعثوا لي على ورق معنى الترشحات نتاعكم؟ كان يفترض على الكتله الوطنيه انه تمشي وتعبي وتجمع اكثريه وراء شخص معين وتدز وراء الشخص هذا كمان وتزرب وتستعجل وترشح رضا شرف الدين، يظل السياسيين ما كانتش موافقه. مجد اللي يهمك ولا ماكش؟ يهمني على خاطر كنا نحكيه على الديمقراطية هي اللي تخلي كل كتلة حرة في شكون يعني ترشح. سيدي داشر في الدين أنا شخصية تعاملت معاه كنائب وكرئيس جمعية، وتعاملت معاه في كنف الاحترام، إنسان يعني فيه الصفات والمؤهلات لأن يكون رئيس للحكومة. شو هو الصفات والمؤهلات؟ التقييم نتاعها راهو سي غولاتيف خاطر اسكو انت تنجم الساعه تجمع معاك العباد ولا لا، سي تري امبورطون. تنجم تعمل اون ايكيب دو ترافاي اللي كابابل بور لا جيستيون معناها دي كريز، هذا سي لو بلوز امبورطون. لي كريتير هذوما موجودين في رضا شرف الدين مجدولين شيرني؟ نسبيا موجودين جودي بيان، فما اسامي اخرى. علاش ما جمعش يقول القايل في كتله قلب تونس وقت اللي كان في الكتله قبل ما تنقسم؟ علاش ما جمعش؟ وعلاش علاش الى با ايفيتي جوستومون انا الحقيقه الانقسام اللي صار؟ فما حاجه علاش قلت نحترمه، قلت لي العبد ما يبيعش ويشري في مبادئه سي تري امبورطون،
هو حتى الانشقاق اللي صار ما تفهموش سويفون دي برانسيب تحطت من الاول. راوني برانسيب راو تنجم تبدل مواقفك اما مش مبادئك. في السياسه اقذر حاجه فما وقت اللي تبدل المبادئ نتاعك. كابتن كابتن يهمك ولا ما يهمكش؟ قالها لي اي دونك يهمك ولا ما يهمكش ساعه؟ ليش قال لك كيما بو عمل هكا بون هذين البنين يلا اكتبها عندك ما تعقب عندك ما تعقب على مجنون قل. ليس هناك اخلاق في السياسه. وينستون تشرشيل قال لك ان السياسه لعبه قذره وشكون اللي يلعبوا اللعبه هذيا القذره هم القذرين. دونك ليس هناك هي لعبه نتاع قلبان الطاوله في دقيقه قلبان في النفاق النفاق شو شو عاد اختي يقول لك وينستون تشرشيل لا لا السياسه مبنيه ليس هناك صديق دائم وعدو دائم هناك مصالح. أعداء الأمس اليوم مروا فيهم أصدقاء اليوم. صحيح قلت لك ليس هناك النهضة وقلب تونس نموذجا تبقى توا هالأمور هذيا كل مرة تصير كي حكومة دقيقة نكملوا على السيري ذا شرف الدين نزل بوقت الأخبار. أنا شنو الأقدر؟ علاش هالصيغة التفضيلية؟ علاش الصيغة؟ فماش أقدر فماش أقدر ايش معنى تلقدو باقي هي هي الدستور خلاك ها بني مش معقول هذه سيدي خريش تبل للدستور زيد لا مش تبل للدستور والله كان عنده خليلوه يحط لنا ياسر لك الواحلين على رب العاملين احنا في البرلمان والحكومه واحلين واحنا نمشي يا كابتن يا كابتن تو كنت باش نقول برافو راك تجنقل اليوم تو باش تخولي من وقتي خلينا نتكلم انا باقي نجنقل راه راك تجنقل تبارك الله عليك اليوم افحمتني انا كالعاده ما يهمنيش اليوم اما جوست حاجه بركه خاطر السي رضا شرف الدين انا زاد بيرسونيلمون ما نعرفوش ما نعرفش اسكو اقدر اجدر ينجم يكون موافق ما ينجمش يكون موافق نعرف كاين في حكايه التلفز و اي خارج في برشا دويات ايوه في بالي هي تاع الدويات وكل على الدويات باغ كونتخ انا عندي علاش مش مراه؟ هي هذا موضوع واحد اخر قاعد علاش مش مراه؟ شيرشي لا فام شيرشي لا فام لا بون فام الى ميغ باش مش ناخذوا الاخضر في التفضيليه ما فماش تفضيليه اكثر ولا احسن لا ميور اونتر اونتر باش تنجم تشد الحكومه هذيا وتعمل اون بون جيستيون دو كريز فيها ما تشدش نهار نخليكم نخليكم تلوجوا على الشخصيه ربما رجالي لا مش رجالي مش رجالي قلت لك انا ان السياسه لعبه قذره هي ما تنجم راهي خوله تتوجه مره اخرى لقيس سعيد تنجم بالمناسبه قولوا فاش استنى كابتن كابتن عطاير عطاير اسم راه الاقدر والله اسم راه ليه انا جيفيت معناها جيفيت تو عندنا احنا واحده هنا تو في البيع عطاير 37 دقيقه عطاير عطاير اعطيني اسم فمت واحده عملت هنا تو خطاب القائي في السياسه مثلا خوله تعطي على روحي خوله 37 دقيقه عليا صباح على غاديو مصيبه هما قالوا لي قول هكا راه لكن قبل ذلك يجيكم يجيكم قبل ذلك الاخبار وحسن مليون نرجعكم. يا فما احلى غاديو 37 دقيقة مكملين معاكم مكملين مع شلة ومكملين مع اخبارنا ومن السياسة نمشيو شوية لعالم الرياضة وين اطلقت جماهير النادي الافريقي مبادرة جديدة اسمها لطخة الشيخة بهدف انقاذ فرع كرة السلة اللي عاني الاهمال منذ تقريبا بداية الموسم رغم التأهل للدور نصف النهائي من مسابقة الكأس. دايوغ طرح جماهير الاحمر والابيض 5000 تذكرة بسعر 10 دينارات للوحدة وباش يتم تأمين عملية ترويجها عن طريق لجنة الأحباء بسيدي حسين. يلا كابتن يهمك ولا ما يهمكش؟ والله بالطبيعة يهمني يهمك كل ما مس الرياضة ديما المبادرة تجيب الجماهير. والله المبادرة كما قلت أنا أن النوادي هي ملك جماهيرها ملك أنصارها وهذا هو تو الكوفريكا قد تعطينا في دروس وتعطينا في ديزيزومبل لا كبارات لا أعيان البركة في الأنصار معناها حب يمنعوا تو حب يمنعوا لأن أعيان وبكبارات بربي جماعة الكريم بربي بفضلكم ما عادش تقولوا كبارات راكم أنتم الكبار فانتهى وآخر مرة نقولها دونك باش يمنعوا السيكسيون دو باسكيت وبعد الهاندبال تلمون معناها الناس فما ديميسيون كوليكتيف الكوفريكا يعطيكم الصحة ربي يبارك لكم وإلى الأمام معناها كل ان شاء الله من كل مره من لطخه لطخه. وهذه مبادره اولى وبعد شكيب باش يتم تامين مستحقات فرعي كره اليد والكره الطائره بسبب الصعوبات زاد مسجله في توفير مستلزمات العمل واضافه الى مستحقات اللاعبين والمدربين. والكلوب عاشت الزمن الجميل في كره السله وفي كره الطائره وفي كره اليد انه جماهير الافريقي تعاود ترجع زمن جميل الاثنين وانا تنفخ في روح معنا سلة النادي الافريقي ولا كرة اليد هذا مهم برشا بصراحة. مجدولين ما احلى يا المحبة كي تبدا صادقة هكا. اي وي يهمني كيف كيف يهمني على خاطر
ما خيرش من المبادرات هذه اللي تجي من الجماهير واللي الواحد ما يزمش راهو اللي قزمها ولا يصغرها. معناها كيف ما قالت هذيك الكابتن أباغ الكبارات اللي نحكيو عليهم يظهر لي أهم حاجة في كل جمعية هي الجماهير متاعها. برافو لجماهير النادي الإفريقي. ونختم مع خولة سليماني. يهمك ولا ما يهمكش؟ يهمني هكا ما عنديش أنا كاتبة ما يهمنيش ما يهمنيش ساعة سادة المستمعين خفصتوا لهم علاش نضحكوا عليها. مسلمة في الأردوازة متاعها وتتبلى على شاكيب تفكلوا في الأردوازة متاعها يا بنتي ركز وين الطلاسة وفكلوا في أوراق. والله مش غريبة على فريق كبير كيما فريق الفريق وجمهور كبير معناتها اللي ديما واقف في الجمعية نتاعو. احنا نعرف كل الغابور القوي ديما بين جمهور الكلوب والليكيب نتاعو وبرشا مرات وقف للجمعية. ديجا ديرنييرمون عمني والوقت صارت كيفاش لما عملوا كانيوت كبيرة اللي هي انورم باش يمنعوا الجمعية. دونك ان شاء الله يتوفقوا. شنو جمعيتك خاول؟ والله انا مكشخه اما جا نقول لك حاجه ليسبيرانس ما تنجمش تكون ليسبيرانس من غير الكلوب والكلوب ما تنجمش تكون كلوب من غير ليسبيرانس. ريت الجنجيل حاجه ريت الجنجيل هذه قلت لها عندها مده تاع ايوا تجي دبلوماسيه يقول لي بدات تخمم لبسه جلباب هي انا اغزر انا ما نتبعش يسر الكوره الحقيقه وديما نمشي مثلا ديربي ولا كيبدا ليكيب ناسيونال اذا كان ما فماش الكلوب فما ديربي ما فماش اذا كان فماش ليسبيرانس فماش ديربي عندها الدهاء السياسي والدبلوماسيه وتعددت الاختصاصات وشامله وكامله بارك الله وتحلل في كل شيء وتفهم في كل شيء بصراحه. والله ما نفهمش في كل شيء معاكم تعلمت افهم في كل شيء مع الكابتن في الكوره معك انت في الكوره بركه هنا في الكوره والبوليتيك انت حكي وحراير كابتن كفينا يلا نتعداو الاخبار اللي بعده. دكتوره جليله بن خليل عضو اللجنه الوطنيه لمجابهه فيروس كورونا تقول اللي ثم امر خطير وخطير برشا في النومبغ متاع الحالات اللي تم تسجيلها لكن تحكي على حالات وافدة تقول 198 حالة إلى حد الآن وإنما الأمر خطير نظرا لتطور الإصابات هذه وارتفاعها يوميا بشكل لافت مع العلم أنه من نهار فتح الحدود نهار 27 جوان 7 حالات محلية زادة إلى حد الآن. دونك تقول قاعدين ندرسوا في إمكانية العودة للحظر الصحي الإجباري لجميع الوافدين. يظهر لي كلمة قاعدين ندرسوا ما حالهاش قال شكيب يلزم الحجر الإجباري لجميع الوافدين خاطر تشوف أشك فوا الإنفلات اللي قاعد يصير قاعد يسبب في عدوى. لا يهمك ولا ما يهمكش؟ لا ما نستاهوش لي زعدوا اسم تاعي اكثر من يهمني الكل يهمني يهمني بالكبير يمكن ولا يهمني لا اما ما عادش تلقى شكون يسمع لها مالك شكون باش يسمع لها؟ رئيس الحكومة متورط في موضوع تضارب مصالح وكذا ومحشور في الزاوية والناس تطلب منه تفويض صلاحياته معناها الوزير طيار حركة الشعب رئيس الجمهورية يقول لها تفويض هذا راه غير دستوري يقيل في ناس هي مستقيلة وكذا وغيره. البرلمان هاك بتحكوا مرة على كتف مرة على تليفون مرة على ماء مرة على مكيف مش تلقى حد يسمع لها. الناس كل بردت يدها في الماء الباردة ما عادش مسألة الكورونا والكوفيد ما عادش على رأس ولا ما عادش أولوية من أولويات لا السياسيين ولا الرئاسة ولا الحكومة ولا الشعب التونسي. نشفق عليها ونشفق على اللجنة العلمية اللي مع الأسف معاش تلقى شكون يسمع لها. رغم اللي الخدمة كانت كبيرة مجدولين باش نوصلوا الحق ونتائج إيجابية لكن ظهر لي الانفلات راهو ينجم يوصلنا إلى ما لا يحمد عقباه. هو اللجنة العلمية البارح بركة مازالت اجتمعت وأنا ما نوافقش شكيب راهي الدولة ماهيش واقفة شكيب معناها حتى إذا كان فما بعض الإشكاليات تو راي الإدارة قاعدة تخدم وفما معناها خارطة عمل اتعملت فما كيف اون استراتيجي موجودة قاعدين يخدموا بها. أما يأثر عدم الاستقرار السياسي مجدولين شو اللي لهين تويكا ترى فما تركيز اليوم ترى تركيز على الكورونا اليوم انت ترى في التركيز هذا البارح فما اجتماع في اللجنة الامور وبره فما اجتماع وبعد دونك فما لجنه فيها اكفاء وفيها اخصائي شعل اللجنه ما فما قرارات اونتخ تون لازم تتحط فما اون استراتيجي بربي يا شكيب اون باناليز با الخدمه اللي تخدمت خاطر فما اون استراتيجي ا كور تيرم اي ا مويان تيرم راه مش عباد كتفه يدها وتستنى في لي زاب بريفو لا مجدولين تعرف راه اللوجيستي حتى قرار ما جاش مجدولين وقت كانت العنوان الرئيسي والناس كل مركزه ولقينا المشقف انك شوفر اماكن الحجر الصحي عندكش سمح مش نسالك سؤال سمعت شو اليوم حديث على ماسك تعرفش قداش عندنا لي ماسك سمعت حديث على تيست رابيد سمعت حديث على البي سي ار الاستاتستيك موجوده لكن لم يتم تناول هذه المواضيع معناها في وسائل ما عادش على اجنده لا الحكومه
ولا البرلمان ولا التوانسة. نقول لك وهذا مؤسف برشا وباش تسمع لطخة خايبة برشا في الموضوع. ربي جوست باش نختم الارتفاع راه في العدد هذايا راهو سي توتافي نورمال سي رولاتيف للوضع العالمي بالنسبة للكوفيد 19 اللي رجع في بعض البلدان رجع زاد بصفة كبيرة وراو نعاود تونس قاعدة تتصدر وما يطلعش عيلة وتونس زاد قاعدة تتصدر راهو كابتن رانا تويكا في الحديد راهو سوبا باناليزي الخدمة اللي تخدمت كابتن. من المسؤول على هذا الانفلات هذا الريلاشمون كوليكتيف توتال؟ من هو المسؤول؟ الحكومة كلها اش قالت؟ عاملة ترومبيتا وزمارة وقالوا رانا غلبنا الواحد وراي تونس خالية من الكوفيد وسيطرنا وراي سير الأشمان مواطنين وانتهى بقى مدام معادلة صعبة بين الإيكونومي إلى في أم بابا أفوار لبير إلى أرجون دي بير ميم تان. الناس الكل في العالم قالك يا أخوي الإيكونومي ها نتبع أنا في الأمور في الكوفيد في العالم أجمع شو خالك أمريكا وك الدنيا وك الوحي دونك راهو صعيب ياسر باش في العالم الناس ترجع للكونفينمون مستحيل. ولكن ربي يهديكم يا حكومة هالتسرع ذي اللي عملتوه وإحنا ربحنا وإحنا البارح بركة في فرنسا 584 كا أون 24 دونك راهو العالم أجمع العالم مش تونس يا شكيب مش إحنا خاطر الحكومة حذر له باش نجم ما تمشيش نتائج خايبة برشا خاولة نختم معك الموضوع. أنا اللي فات وقت اللي قلت مش وقته توا إقالة الوزارة وسبيسيالمون وزير الصحة جافي غيزون باسكو ظاهر اللي فما موجة أخرى ولازمنا نتصدوا لها كيما المره الاولى في غياب حكومه خاطر مانيش موافقتك مجدوني كي تقول راه قاعدين يخدموا اونتر طون وي فو با باناليزي اون باناليز غين دو تو. احنا نحكيوا على واقع اليوم موجود 198 حاله تدخل لتونس وقاعده تتطور في غياب حكومه بربي ماشي اش معنى اش تقصدوا غياب عندك رئيس عندك رئيس عندك قدم استقالته صحيح سته وزراء منهم وزير الصحه عندك اليوم خنيفري وعرك ودرا شنو في مجلس النواب عندك مشاكل عندك حاجات تعمل بوز عندهم هما بوكو بلوز امبورطون كو هي تونسي وكوفيد لا سي با فو هذا راي جو سوي ديزولي بالله نسالك سؤال تو نشوفوا في فيديوهات مش مع بعض مسكرت تشوف في فيديوهات في وتلة وكذا وناس ولمات وكذا فما اليوم مؤسسة معينة اقتصادية ولا سياحية تحترم بروتوكول صحي ولا ريت نسرك بكيران باللي ماسك اسكو فما مراقبة وريتهم في باريس انت كيف كيف خليهم مجدولين جاوب ونختموا خليني موضوع بربي جوج باش من ما يعني حتى الرأي العام كيف بدا يسمع فينا راه وقت اللي تبدا حكومة تصريف أعمال راه مش معناها كل وزير قاعد في داره راه أي عضو حكومة وأي مسؤول عنده ضمير وأدى اليمين بضميره راهو يبقى للدقيقة 90 يخدم ولا جمادي انا باش نكمل الدقيقة 90 راهو الوزير ما يتحملش مسؤولية الإداري أو العون أو المواطن المستهتر اللي ماهوش مسؤول سامحني الوزير مش باش يجي نقول لك حاجة ويكتفي يقولوا الناس الكل يقول لك الناس الكل تعرف اللي في بيريود نتاع ترانزيسيون في ترانزيسيون ديما تصير حتى الخدمة تكون شطر لا كونسونتراسيون شطر خاطر ترانزيسيون اسمها ترانزيسيون احنا توا في ترانزيسيون من حكومة لحكومة اللي وفما وزارات قالوا اللي فيهم وزير الصحه دوك حتى كان هو يكمل يخدم لاخر دقيقه وفما ايفا فير اون باساسيون للوزير واحد اخر وكل وزاره نفهم ايوا هي ما احنا نحكيو على توا نحكيو على لا لا جوست خلينا نقصيتو عليه قاعدين صوتكم صوتكم فوق بعض ويفضلكم كل واحد دقيقه بركه احنا نحكيو على الكوفيد 19 دوك وزاره الصحه هي المشموله بالحديث نتاعنا اليوم راهو ريحيه التونسي اللي لابس عليه والزوالي والصغير والكبير والكونسيون واللي انكونسيون وكل حياته في خطر سين بانديمي راهو ما نلعبوش مع هذايا تجي انت في وقت كيما هكا العلماء في العالم الكل ولي سيانتيفيك والطب الكل الى نونس اون دوزيام فاغ في بيت انت تقيل وزير الصحه وزير الصحه وتخلي اون فاغ المانيا ما عملتش كونفينمون خاطر علاش يعملوا على على الوعي نتاع المواطن انا اليوم لو ميساج المواطن الموضوع مش يطول لا وقت لا فوت خفيك الموضوع مش يطول نعرف الموضوع كبير برشا والجدل كبير فيه برشا 47 دقيقه اخبار الكياسات كالعاده لا فوت خفيك مع الف يا فهم احلى غديو 48 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من 6-9 كالعادة مع مجدولين شيرني كابتن خالد حسني شكيب درويش وخولة سليماني. خولة سليماني كيفاش هو مستقبل واعد قدامها رئيسة حكومة قادمة سياسية سياسية محنكة تنجم يا شكيب يا شكيب راني باش نقيلك ريت حكومة 6-9 باش نقيلكم الكل تو زي شكون شكون اللي عينك رئيس الحكومة انا مش بالثقة يا وجهي اول ما تقيل انت تبدا بيك لا باش نقيلكم الكل كان رئيسة الدولة رئيس الدولة 6-9 اش قلت لك رئيس الحكومة سحب الثقة تو الكل مش نعمل لا وخولة
عملها مغاي وخولة عندها منصة صواريخ زادة وزير الخارجية عاد يتكلم عنه مجدولين حاضر راه ردوا بالكم وزيرة الدفاع هكا باش نحطوك وزيرة الداخلية أنا القوات الحاملة للسلاح هكا وجيت معاك رمبو نكملوا فيهمني ولا ما يهمنيش 47 دقيقة نجيو الخبر على الشابي الضجة اللي صارت البارح بعد تداول صور لي على الشابي يرجع لتونس على متن طائرة خاصة والطائرة هذه على ملك رجل أعمال سام الزرماتي زوج نوال الزرماتي التونسية ونذكروا اللي على شابي كان سافر لفرنسا في رحلة علاج بعد ما تم صار حديث بيتو أنه يعاني من مرض خبيث فيما راج مؤخرا يلا يهمكم ولا ما يهمكمش مجدولين ما يهمهاش خولة يهمها خولة يهمنيش يهمها يهم ناحية الميقات يهمنيش تنفهم علاش والكابتن ما يهموش مجدولين هو علي ربي يشفيه وانا بيرسونال مول حق نحترمه ونحبه برشا علي عنده جو كخوا معناه الاصل نتاعو الوالده الجيريان دوريجين معناه هذا نذكر قالها لي وقت تقابلنا مره في الكاف ربي يشفيه والحمد لله على سلامته سينون لي ديتاي الحقيقه سا مانتيريس با سا تانتيريس با كابتن واش نقول ان شاء الله الحمد لله على سلامته ربي يشفيه بوالا لين تو سامبلومون خوله قولي والله ما ان شاء الله ربي يشفيه معناتها مرض خبيث ولا مش خبيث يقعد ديما مرض ان شاء الله ربي يشفيه نحبوا برشا انا عليه وان بلوس اللي جاي معاهم صحابي معناتها صاحبتي برشا نوال دوك علاش لا اذا كان هو مروح وهما مروحين بطبيعتهم جاي معاهم في الطياره معناتها سي كل بروبليم علاش اللي صار هذا الكل البوليميك هذا الكل وتصاور اللي هبطت معناتها بوكو با هما ربي يزيدهم ايزون لي مويان عندهم برايفت جيت تعدي وهزوا صاحبهم باش يروحوا بيه على خاطره مريض ولا مش مريض بامبوخت ما فهميش علاش باش يصير هذا الكل ونسلم عليهم ونقول لهم مرحبا بكم في تونس خاطر تولى مرحبا بكم في اف ام شكيب انت تقولي لكن في نفس الوقت خليك تقولي علاش يهمني لكن ما تراش اللي برشا ولينا ندخلوا في خصوصيات العباد برشا لوغ في بريفي ايتالي على صفحات التواصل الاجتماعي وندخلوا لهم في ماني في الخنخش نتاعهم جوستومون واشوف انه واحد الشهره انه واحد يبدا معروف هذه عندها كلفتها زاد واحد لازم يتحمل كلفتها ما ينغرش معناها اذا كنت مي دي فوتو سي نورمال بالضبط معناها تصور عادي ما انت لكن انا علاش نقول يهمني شوف اولا انا تقديري انه الوضع الصحي لعلاء وضع دقيق جدا ما نعرفش مدى خطورته دقته بدليل انه رئاسه الجمهوريه تتدخل باش هو يغادر في اتجاه فرنسا اكيد راه عندها اطلاع على الملف وعلى تفاصيل وحيثيات الوضع الصحي خلت مع انه تدخلت في مثل الموضوع هذا هذا واحد اثنين اذا رجع سلامات الحمد لله على سلامته هذاك علاش قلت لك الامر يهمني رئيسة حكومتنا القادمة تعيش قصة حب كبيرة هذه هي التصريحات النارية اللي كانت صرحت بها لأول مرة البارح لأميمة عياري في ستار تايم نحكي على خولة سليمانية يهمكم ولا ما يهمكمش الساعة لا أنا نحب نشوف يهمكم ولا ما يهمكمش يهمني شكيب يهمني كابتن ما يهمنيش ما يهمنيش مجدولين لحظة بركة خليني نسمعكم الصوت لحنين وقت اللي يحكي على قصة الحب الكبيرة بتاعه بيبي تو فما حب فما حب فما حب فما قصة حب كبيرة معروف ولا مش معروف لا ما نعطيش حتى ديتاي ما نحبش خليها كيكة بس مخبيته لا والله لا مش مخبيته هو إنا أوكان سوسي وأنا كيف كيف صف كو مازلنا كي بدينا قاعدين نعيشوا في قصة حب محليها وشيخينا لبعضنا وكل شيء خلي نهار يبدأ كل شيء أوفيسيال خاف من العين لا ما عادي نقرا في ايد كرسي كل يوم الصباح قبل لا ياسر حنين وراجل ومحلي وخاطر الاهم من هذا كل اللي هو يحبني برشا ويخاف عليا برشا تنساش كفاءة وحشمتوني توا علاش هكا تاعو ولا عساك مع مجدولين شان يختكم من توا ما عرفتش المحطة اما توا يلزمنا نستناو زادة اي السيدة الوزيرة السابقة ما هي احوال القلب شنو احوالها الامور عندك العاطفية دونك خولة ما يهمنيش يا ودي قلت لكم سوليداريتي في هذا مجتمع ذكوري حتى مع مجدولين انا مانيش مكمله البرنامج سينو سكر لي البرنامج خليله يهمك ولا ما يهمكش علاش ما يهمنيش او فات سي بار برينسيپ ما نحبش نخوض يعني في الامور الشخصيه تاع اي عبد مي فو سافوار ايمي راه طون كون ريسبير مادام الواحد يتنفس انا نقول الحب ما عندوش عمر الحقيقه نقول لكم والله هذا جواب وزيره سابقه لا. كانت في حكومه سابقه وتعرف الدافع هكا على التيران نتاعها ما غير ما تعطيكم ماذا عن مجدولين ماذا عن مجدولين لا خفت لا تجبد الدستور لا يا معلم عايز تقولها توا خولة وتهنينا عليها
ومجدولين ومالك ومالك رئيسة ستة نوف قلنا توسلي دوات علي أنا لازمنا نعرفه لازم حق السيدة المستمعين المستمعات عاد انت مستمعين اخذري موقف احنا نقول المستمعات والمستمعين ولا المستمعين ديما هكيك فيهم صحيت فيهم الزوز ماسكولان والفيمينان ماسكولان حتى حد ما ينجم يعيش ما غير حب خولة يا عيني وانا نعرفك تحبني من اولى شنو هو القلوب اليوم يا معلم هذه القلوب البيضاء شنو هو هذه شو عندي ما نقول لك وليت تقول لي والله ما فهمت هنا تعرف خولة واش قلت لكم راهي هي مش قبلت لنا حوالي البرنامج نقول لكم حاجه خذوا نجيب لكم انديس على حب ملك انا لا ما تنجمش ابيات تصيب عليك الحكايه صيب عليك تحديكم غدا شو عندي شو امينه مغانجه مغانجه اش كنت تعمل اي توصيل اخر اش تعمل انفستيغاسيون مجدولين دبلوماسيه مجدولين انا عرفتها مجدولين قالت لك ديما فما حب معناتها هي راهي تحب زيد حتى في الحبة تقدر بيشتحب وديما يلا بالحب نوصل 57 دقيقة على إيافام أحلى غاديو ستنف مواصلين معاكم هذه ساعة الأولى وش نرجع لكم أكيد في ساعتنا الثانية مع الكابتن خالد حسني وكفانا ونشوفوا شنو اختارنا اليوم لكن قبل ذلك نخليكم مع ألفا من جديد يلا ألفا كلمة ليك